يعني هذا الفيديو المبهج ملأ السوشيال ميديا بهجة وأيضا جدل كبير جدا. تنضم إلينا عبر سكايب الآن روشان الشرملوسي، هي إحدى راقصات الباليه المشاركات في الفيديو، هي أيضا مراسلة تلفزيونية، يعني زميلة في المجال الإعلامي. أهلا بك روشان، سعداء بك معنا في الشير. أهلا بك، أنا كمان سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة. روشان، على طول يعني ما هو سر هذا الفيديو الرائع؟ الحقيقة يعني أنا بلعب باليه من وأنا عندي 4 سنين، من وأنا صغيرة لحد النهاردة. حبيت إن أنا أنشر الفكر ده لأن هو مش منتشر قوي في مصر، على الرغم إن هو دخل مصر من زمان، إلا إن الناس لسه مش فاميليير قوي بيه. حبينا إن إحنا نعمل حاجة مختلفة وإن إحنا نطلع الباليه من بره جدران المسرح ومن على خشبة المسرح وننقله في الشارع، علشان ندي الناس فكرة عن الفن ونحاول إن إحنا نخليه يبقى فن شعبي بشكل أكبر. طيب روشان، هو يعني الباليه كان بدأ فعلا فن شعبي ثم انحصر مؤخرا في قاعات الأوبرا والمسارح، هل كان لكم رسائل أخرى من وراء هذا الفيديو؟ الحقيقة كان عندنا بالفعل رسائل كتيرة قوي. أنا شخصيا كانت رسالتي إن أنا عايزة أقول لكل الأمهات إن أنتوا لازم تعلموا ولادكم فن الباليه ده، لأن هو مش فن رقيق زي ما بيبان، بالعكس هو فن بيعلم القوة والإصرار والعزيمة في الحياة عامة. لأن الباليه الناس بيفتكروا إن هو حاجة سهلة جدا، بس في الحقيقة هو لأ، حاجة صعبة، لأن الحركات بتاعته صعبة جدا، فمش بتعرفي إن أنت توصلي لها بسرعة، بتقعدي تفشلي مرة وبعدين تقومي وتحاولي لحد ما تقدري إن أنت توصلي له، فده بيخليكي في الحياة عامة كست بيخليكي قوية. فده اللي أنا نفسي كل بنات مصر تبقى عندهم الإرادة دي والقوة دي. روشان، يعني رسالة جميلة جدا وهدف رائع، لكن التصوير وسط شوارع القاهرة القديمة، فتيات جميلات يرقصن بملابس جميلة وألوان زاهية، هل صادفتم معوقات في التصوير أو أن خبرتك في الإعلام ساعدتك في تسهيل الأمر؟ بالظبط، عشان انا بشتغل برضو مراسله في شغل في الشارع، فمتعوده ان لو اي حد بيعمل لنا انتربشن او اي حاجه احنا ما يعني بنفصل تماما وبنركز في شغلنا، فده ساعدني جدا. طبعا في الشارع قابلنا معاكسات كتير، بس يعني مش معاكسات، مش تحرشات بالمعنى اللفظي، بالعكس الناس بتبص بتبقى تحرشات بصريه اكتر، بتبتدي كتحرش بصري وبتنتهي باعجاب. يعني انا فاكره كنا مره بنصور الصبح في رمضان بدري، فكان في راجل اول ما شافنا ابتدينا نلبس لبسنا ونرقص في الشارع، قعد عمل كده بايديه بالظبط، لا حول ولا قوه الا بالله. بعدين كان ماسك جورنان في ايديه، فحاول ان هو يرفع الجورنان كده ويخبي وشه، فقعدت ابص له اول ما ابتدينا نرقص، ابتدى اللي هو يبص من ورا الجورنان عايز يتفرج علينا، وكان مبسوط جدا وكان منبهر باللي احنا بنعمله. فاكتشولي ردود الافعال بتاعت الناس الاكثر منها كانت انبساط وانبهار في نفس الوقت، وحاجة جديدة هما بيشوفوها في الشارع. طيب روشان، يعني هذه كانت الأصداء وقت التصوير، عندما انتشر الفيديو على السوشيال ميديا كيف جاءت ردود الأفعال؟ الحقيقة ردود الأفعال كانت كلها إيجابية جدا، احنا وصلنا لحوالي 500,000 فيو على الفيديو وكومنت كتيرة قوي. لسه امبارح بالليل كنت عمالة بقرا فيها، الناس كلها مبسوطين، البنات الكبار نفسهم ان هم يتعلموا، والستات الكبيرة اللي عندهم ولاد حابين ان هم يعلموا بناتهم، الكل ابتدى يبعت لي طب نعلم ولادنا فين باليه، طب الجزمه الخاصه بالباليه دي اللي هي اسمها بوينت بيبقى ليها خشبه من تحت، نشتريها منين، نجيبها منين، نتعلم فين. اثارت تساؤلات عن الفن، الناس حبت تعرف اكثر عن هذا الفن. لماذا اخترتم عرض الفيديو على السوشيال ميديا؟ الحقيقه السوشيال ميديا دلوقتي بيعمل رواج كبير قوي في اي فكره، بيوصل بسرعه قوي للناس، بيوصل بطريقه كمان حلوه. احنا حاولنا ان احنا يعني في الاديتنج نعمل حاجات صوره فنيه شويه ان هي تمس الناس، اخترنا موسيقى برضو حلوه، حاجات كلاسيكيه تحاول ترجع الناس لشارع شوارع مصر الحلوه القديمه بفساتين ستايل زمان. يعني احنا كنا بنشوف زمان الفساتين كانت رائعه جدا، يعني الفكرة كلها رائعة، رقصكم جميل جدا في شوارع القاهرة القديمة، لكن أيضا الأزياء أضافت بعد مختلف كثير من البهجة والأنوثة وأفكار يعني ربما اتمحلت بعض الشيء مع الحياة العصرية الخشنة، فمن أين جاءتكم فكرة هذه الأزياء ومن المسؤول عنها؟
بالتأكيد زي ما قلتي، يعني احنا كنا اول ما الفيديوهات القديمة بتاعتنا ابتدت تنتشر، في مصممة ازياء مصرية جميلة جدا كانت مسمية الفساتين بتاعتها بامبا، هي بتحاول ان هي ترجع الازياء تبقى حاجات زي زمان، الفساتين الشيك اللي كنا بنشوف نادية لطفي لابساها وفاتن حمامة. فهم اول ما شافوا الفكرة بتاعتنا حسوا ان ممكن يبقى في كولابوريشن ما بيننا، لان احنا بنعكس نفس فكرتهم، هم عايزين يرجعوا الصورة لمصر القديمة الحلوة واحنا كمان نفس الفكرة، فحسوا لو عملنا كولابوريشن هنقدر ان احنا نوصل المسج بتاعتنا، وبالفعل اتصلنا مع بعض ولبسنا من الازياء بتاعتهم الفساتين اللي انتم شفتوها في الفيديو، وتجولنا في شوارع مصر المختلفه، رحنا الاماكن الاثريه. الفيديو ده كان متصور في شارع المعز في الكوربه الصبح بدري طبعا، رحنا كوبري قصر النيل بالفساتين دي، وعلشان نقدر ان احنا نوصل المسج بتاعتنا، وفي نفس الوقت نقول ان مصر امنه ما فيهاش تحرشات، في بنات في مصر بيرقصوا باليه جدا والناس مش بيعملوا لنا اي حاجه، وعلى فكره مش بيبقى نازل معانا بادي جارد زي ما الناس فاكره. يعني امبارح وانا بقرا في الكومنتس في ناس بيقولوا لنا تكون معاكم بادي جارد اكيد عشان كده ما حدش اتعرض لكم، لا ما كانش معانا اي حد، احنا بننزل لوحدينا خالص وما فيش اي حد بيتعرض لنا في الشارع، يعني الناس اخرها بيبصوا نظرات اعجاب. يعني الفيديو كله رسائل هامه وفكره رائعه، بشكرك روشان، وفي انتظار المزيد من هذه الفيديوهات الرائعه لباليرينات القاهره. شكرا روشان.